لن نقبل بتحقيق إسرائيلي أو بمشاركة إسرائيل في هذا التحقيق. أكيد وهي المتهمة. جريمة الاحتلال واضحة ومكتملة الأركان ولا تحتاج إلى تحقيق. أنا أريد أن أسأل، هل شيرين التي راحت إلى الاحتلال أو مخيم جنين مشى على قدمه وذهب إلى الاحتلال ليطلق النار على شيرين وعلى المخيم، أم أن الاحتلال وجنوده هم الذين جاءوا إلى مخيم جنين؟ إذن واضحة ومكتملة الأركان. إذن سعد السفير، بعض الجهات الدولية التي كانت ولا زالت دائما توفر الغطاء لجرائم الاحتلال للأسف تريد أن تشكك في ارتكاب الاحتلال مثل هذه الجريمة. لن نقبل أن يكون الجاني والقاتل هو من يحقق في هذه الجريمة. نعم. ولن يقبل الشعب الفلسطيني بذلك. أن يكون الجاني أو القاتل شريكا في التحقيق بهذه الجريمة. ولكننا واثقون كل الثقة أن التحقيق سيكون شفافا وسيظهر للعالم أجمع بشاعة هذا الاحتلال.